شاهين اهلا ومرحبا بكم. يسعدني وشرفني ان التقي من داخل مركز شباب قوم الحراس مع مجموعه مميزه من شباب القريه. مجموعه بتحلم الحلم الجميل وجود ملعب مركز شباب قوم الحراس. يسعدني وشرفني ان التقي بكابتن طارق مسعود والملقب بطارق قبو اللي شرفنا النهارده. ايضا الكابتن محمود اجوجو نجمنا المحبوب والمفضل. ايضا الكابتن احمد حسنين احد اللاعبين المميزين في كره القدم. المدافع الصامت محمد سمير. بنبدا على طول مع الكابتن طارق مسعود. طارق زي ما انت عرفت يا كابتن طارق، مركز شباب قوم بالمراس عامل دعوه لشباب قوم بالمراس والاهالي قوم بالمراس يوم الثلاثاء القادم في مركز الشباب بعد صلاه العشاء من اجل الملعب. رايك ايه في الدعوه دي؟ وهل شباب قوم بالمراس قادر على تحقيق الحلم الجميل ولا هتكون يعني زي الاجتماعات السابقه؟ مبدئيا يا كابتن سامح انا بحيي حضرتك اللي انت اهتميت بحاجه زي دي وجمعتنا في وقت زي ده، وزمايلي كلهم الكابتن محمود الكابتن احمد الكابتن محمد سمير. وعايز اتكلم في موضوع اللي هو الملعب او قطعه ارض الاوقاف او موضوع يوم الثلاث بالاخص. ان الاوان اللي الناس الكبيره اللي موجوده في البلد نبقى ايد واحده، نبقى على قلب رجل واحد. ان الاوان اللي احنا نعمل حاجه كويسه لقلب البلد بتاعتنا. احنا مش بنطلب حاجة مش كويسة، احنا بنطلب ملعب نلعب عليه، بنطلب حاجة رياضة. بدل ما نقعد على كوبري نشرب حاجة مخدرات، مشاكل، ده، احنا بنطلب ملعب نلعب عليه كورة. بلدنا طول عمرها بتطلع لعيبة كورة. جه فترة طلعت الكابتن محمود أجوجو لاعب منتخب مصر واتحاد الشرطة وجاب جوان في الزمالك وجوان في الأهلي، الكابتن محمد رزق لاعب الأهلي. الفترة اللي الكابتن محمود أجوجو ولا الكابتن محمد رزق لعبوا كورة طلعوا من أرض التراب. طلعوا من أرض التراب زي ما أي ومفيش ملعب من ساعة ما النجيلة أو سواء اتعملت على الخط أو ما عندناش ملعب ترابة. بمعنى أصح بلدنا ما طلعتش لاعب كورة بيلعب في نادي. محمد رزق ولا محمود اجوجو طلعوا من قلب تراب وشرفونا سواء في الانديه ولا منتخبات مصر، اسمائهم كلها موجوده على الخط والحمد لله. ان الاوان سواء الكوادر اللي موجوده في البلد او اللي خارج البلد اللي بتحب كوم بني مراس، كوم بني مراس طول عمرها فاتحه ايديها للغريب قبل القريب. ما فيش عضو مجلس الشعب سواء دخل الانتخابات او خرج من الانتخابات الا ما كوم بني مراس بتبقى فاتحه ايديها ليه. ان الاوان اللي الناس دي تتكاتف معانا، ان الاوان اللي الناس دي تمد ايديها لنا. احنا مش هنروح نخبط على حد. الدعوه عامه وحضرتك هتنشرها على النت وهتوصل لكل مكان. مش هنروح نخبط على حد ونقول له الدنيا. اللي عايز يخدم شباب قوم بني مراس الباب مفتوح يوم الثلاث، اللي عايز يعمل حاجه لشباب قوم بني مراس الباب مفتوح يوم الثلاث. اللي مش عاوز يخدم احنا مش هنقول لحد، زي ما انا قلت لحضرتك انا مش هخبط على حد اقول له عاوز يخدم اتفضل، مش عاوز يخدم شباب قوم بني مراس. نحن احنا اتكلمنا عن الكوادر اللي خارج البلد سواء الناس المقتدره الناس الكويسه اللي جوه البلد، وبلدنا فيها كتير وحضرتك عارفهم واحنا عارفهم. بلدنا فيها ناس عطاءه كتير وناس كتير مرحبه على دماغنا على دماغنا. واللي هيعمل حاجه زي دي احنا مش هننسى حاجه زي دي. عايز ابنك يبقى لاعب كوره مش هيطلع على من ارض تراب، مش هيتبهدل زي ما الناس دي اتبهدلت في ارض تراب الا في ارض تراب، وهيطلع من ارض تراب وهيبقى ناجح من ارض تراب، هيبقى ملعب خاص بكم بني مراس. احنا رحنا في بلاد الدنيا كلها في عزب ونجع وكرة عندهم ملعب وعندهم حمام سباحة وعندهم. احنا بلدنا 28,000 نسمة، بلدنا مش قليلة، بلدنا بتنجح وتسقط، بلدنا بتقف قدام الغريب وقدام الناجح وقدام كل شيء بتقف معاه. ان الاوان اللي نقف مع بعض، ان الاوان اللي نتكاتف يوم الثلاث ان شاء الله بعد العشاء. يا ريت وادعو كل شباب البلد، الصغير قبل الكبير، الراجل الصغير قبل الكبير، الشاب الصغير قبل الشاب الكبير، كل الناس تبقى موجوده، كل الناس تتكاتف. اللي مش هيعمل حاجه زي ما حضرتك قلت يبعد عننا، مش عايزين حد يحاربنا، احنا مش بنعمل حاجه تضر البلد، احنا بنعمل حاجه تفيد ابنك وابني وابن ده وابن اي راجل في البلد. احنا بنلعب بنعمل ملعب كوره، ولا عايزين تريقه، ولا عايزين كلام ساذج من حد، ولا كلام يقطع فينا، ولا تعليقات ساذجه، ولا تعليقات يقول لك ناس فاضيه وشوف مشوارهم ايه، لان الكلام ده هيتقال وبيتقال. عايزين حاجه تجمعنا حوالين بعض، ملعب، احنا بنحلم بملعب، يبقى عندنا ملعب، مش بنحلم بحاجه ثانيه، ولا عايزين حاجه كتير، ملعب. وشكرا يا كابتن سامي. كابتن محمود، انت متفائل باجتماع يوم الثلاث ولا
البداية من أعلى مدى كابتن وزمايلي طبعا. أنا بس هاخد بس من طارق كلمتين يعني. السخرية أول حاجة يعني إن حد يسخر من حاجة زي دي، لا ده حاجة تشرفنا كلنا، ده حاجة مهمة. أنا واحد من الناس أتمنى إن يبقى عندنا ملعب، وأنا يعني طالع من الملعب ده يعني. كنت انا والكابتن محمد رزق والناس دي احنا طالعين اساسا من ملعب التراب، يعني ملعب التراب او ان بلدي ما فيها ملعب مركز شباب، حاجه محترمه، حاجه بتطلع على عيب. انا يعني نفسي انا بتمنى ان حاجه زي دي تكون موجوده. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان الملعب يا كابتن، ملعب التراب او ملعب مركز شباب، دي حاجه بتبعد يعني عن الشباب. دلوقتي انت شايف ان الشباب بقى كوبري، شايف السجاير، شايف حاجات كتيره يعني. فان الملعب، لا الملعب هيلم الحاجات دي كلها ويخلي فيه رياضه في البلد، وهيخلي دي يعني يخلي الموضوع مختلف تماما يعني. وانا بتمنى والله العظيم الملعب ده يكون موجود والناس تقف جنبنا ودعوه عامه للجميع. اتمنى حاجه زي دي يعني، حاجه مهمه واتمنى الناس تكون كلها واقفه معانا. كابتن احمد حسنان، تقول ايه لاهالي كوبا نمراس والشباب كوبا نمراس على اجتماع يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله؟ احنا عايزين ان شاء الله باذن الله يعني كل الناس تبقى موجوده، الصغير قبل الكبير، هينفعونا يعني. احنا قعدنا كتير بنحلم بملعب في البلد، مش هينفعنا احنا كمان بعدنا ناس كتير. قعدنا يجي اكتر من 30 40 سنه بندور، احنا كنا بندور على حته ارضيه عشان نلعب فيها. فالوقتي الحلم قرب بقى قدامنا يعني، حاجة قريبة جدا. فما الناس تتكاتف وإن شاء الله ما الناس تكون موجودة ومتلات بكترة دي، وبلدنا فيها كتير اللي هم يعملوا يعني، فأكيد الحل هيبقى موجود بإذن الله يعني. ومشكلة خير، احنا الناس عندنا كابتن محمد رزق، كابتن ابوه قبلهم الكابتن محمد حلمي، عندنا ناس ومحمود يونس كل دول عملوا لنا، كانوا عاملين لنا حته ارضيه نلعب فيها، دول شرفونا. بس احنا بقى محتاجين مركز شباب بقى اللي يكون للبلد بقى، مش ارضيه احنا نلعب فيها هنا ولا هنا. احنا عايزين الملعب يبقى باسم كومبا نمراس، احنا بنطلع بره بيبقى شكلنا مش لطيف. فما يكون عندنا ملعب اللي بره يحترمنا. هيجيلك لان هيجيلك في ضيق عندك. ايوه يا كابتن، احنا بنروح بنتبهدل بره. ما بعبرش. ما ولا يعني هو مش ما بعبرنيش، ما بيهتمنيش بيا يعني. لكن لما يكون في فريق مثلا احنا بنلعب شغل بره ولا كده بيبهدلوني. وزي ما هتيجي عندك هتيجي عندك. كله بالمثل. فانت هتحترمني احترمك. وان شاء الله الاجتماع بتاع يوم الثلاث ان شاء الله هنطلع بحاجات كويسه جدا، وامل ان شاء الله ان ربنا يكرمنا في الله. بندعو كل الناس الكبير الكبارات بتوع بلدنا يعني ان هم يكونوا موجودين. عندنا ناس محترمه وناس على اعلى مستوى طبعا، وناس يعني بيتحملوا مسؤوليه البلد. ان شاء الله. والجمعيات بتاع البلد، الجمعيات الخيريه عندنا كتير، الجمعيات اللي عندنا ما شاء الله، وناس كلهم محترمين يعني، ما فيش فيهم حد. الجمعيات بتاع بلدنا كلهم ناس محترمين. كابتن محمد سمير حبيب النواب، بيسموك حبيب النواب، تقول ايه لنواب الدايره عن شباب كومبا نمراس والملعب اللي محتاجه شباب كومبا نمراس في الفتره الحاليه؟ والله يا كابتن اولا بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بحضرتك وزمايلي. ثانيا الموضوع قد ما هو خدمه مننا لنا من نواب، اللي هم النواب عن دايرتنا بالذات، هو خدمه اكبر للنواب عننا. ليه خدمه اكبر ولا حضرتك؟ احنا دلوقتي عندنا ممكن 28 كلهم متوسط اعمار ممكن تخش 40 سنه، احنا كلهم شباب، معظمهم ليهم في الكوره. حتى ما تلاقي عندنا الوقت اجيال لحد ال 50 بتلعب كوره معانا، بس مش كتير ال 50. ليه؟ لان التلتان زي ما انت عارف ارهاق للعضلات، ارهاق للركب العضل، فالموضوع صعب على الكوره. فهو مكسب لنا ان هو هيكسب، هنكسب ملعب.
مكسب للنايب ان هو هيكسب 28000 سوري. الماجد على واحد محمد انا عارف ان النايب كذا هو ساعدني ان انا اعمل ملعب. ملعب هيبقى شيء مؤثر جدا لكون بني بولس. احنا الوقت بنجري للملعب معلش كل اللي قدامك توسط اعمارهم كتير. الملعب مش هيفيدني انا دلوقتي الله ترفيهيه، لكن هيفيد الاجيال اللي جايه. انت بقى خلاص ما انتش محتاج لعب، كل واحد شغال مصروفه باللعب وعندك مصالح وبتسافر بتيجي تلعب خمس بس انت بتبص لاولادنا واولاد بص لابني لابنك لابن ده لابن ده لابن ده. انا ابني لما يطلع هو عنده ست سنين عنده ملعب انا هقول له انت رايح فين؟ هات 5 جنيه رايح الملعب. مفيش ملعب هيبدا يتجه لحاجه يطلع فيها طاقته. ما انتش عارف ده هيطلع طاقته في شيء ايجابي او شيء سلبي. لكن انا عارف ان ملعب شويه لما نشتري الارض ممكن احنا حتى نتكاتف شويه واحنا نكلف نعمل العاب نعمل بسين نعمل 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 هيبقى عندي مشروع كامل ان كل الجيل اللي طالع من عندي اللي هو الجيل ده كله مش عايز تلعب كوره روح العب طايره روح العب يد روح العب سباحه روح كل ده موجود. جه نايم بيساعدني في الموضوع ده خلاص انا لما اروح انا منتخب لا وهخلي ابويا ينتخب لا خلي امي لا اخواتي لا هو كسب علم بالمثل كل كون بني مراس. النايب اللي هيساعدك في مشروع زي ده انا متاكد ان خلاص هو النايب سيطر لان مشروع مش مشروع سنه او مشروع دوره انتخابيه. هو اللي هيساعدك هتيجي الانتخابات هو رقم واحد. مش دوره واحده هو خد مشروع ان هو ممكن يفضل عليه 4-5 دورات لان الملعب اسمع على طول نسمع لما يجي الجيل اللي بعده لما تيجي انت هيقول لك فلان فلان كان بيساعد الشباب لما تيجي انت تحكي لابنك الملعب ده يا ابني ده جه بعد المعافره ممكن 50 سنه عشان نعمل الملعب والحمد لله ساعدنا نلاقي كذا كان خد الميراث منه. وبرده مش هنيجي على النايب قوي برده ان هو النايب مش هو يجيب الملعب كله هو يساعد واحنا هنساعد عندنا ناس كتير تعمل خير عندنا ناس تقدر. الموضوع مش كبير يا كابتن سامي. الموضوع الاول كان كبير 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 جدا على قد ما كنا بنيجي نفكر بين الاراضي اللي ورا عشان نلعب كوره يعني احنا ناجرها على حسابنا ونجيب العرف ونجيب الشبك على قد عشان ان احنا حابين نلعب كوره بس. دلوقتي الموضوع قرب بطريقه غير عاديه بالتسهيلات لوزاره الشباب والرياضه عندنا الحمد لله ارض الاوقاف موجود مش ان انا هدور قريبه من البلد ولو مش ارض الاوقاف الارض برضه سعر الارض عادي جدا نزل برضه كده الحمد لله ربنا حبيبنا في الايام دي ان الامور كلها بساعتنا احنا سعر الارض فين من مليون و200 دلوقتي 600 يعني انت نزلت نص نص انا بقول لك هو ربنا رايق ان احنا نكتفنا دلوقتي خلاص امورنا على الموضوع سهل جدا 600000 من البلد مثلا فيها 28000 صوت مش كتير مش كتير المبلغ مش كتير خالص خاصة ان في ارض الاوقاف كمان بتيجي عندك ارض اوقاف هتدفع تاني هتدفع 30% انت التلتين للقسط اصلا التانيين انت مش محتاج حد فيهم انت ممكن مع طورات مع اشتراكات مع كذا تعمل لاهل البلد اشتراكات مفضله الكلام ده حاجات رمزيه الكلام ده كله احنا مش محتاجينه هنحطه للقسط احنا كل اللي احنا بنبذل فيه يا كابتن سامي احنا مش محتاجينه مش عايزين نبقى في الصوره، مش عايزين نلم، مش عايزين اي حاجه، احنا بالعكس لا احنا هنسند، هندافع، وهندفع مع الناس. اللي محتاجه ان انا لما المبنى يكبر بعد 5 سنين اخده بايدي او اديه الملعب. العب كوره، مش عاجبك كوره خلاص العب سباحه، مش عاجبك سباحه العب طايره. انا ارتاح، اللي هو مش الطريق ان انا رياضي خلاص هيسيب طريق دكان، هيسيب الطريق، هيسيب كذا كذا كذا، همشي في طريق انا رياضي خلاص عشان. لكن ان مفيش ملعب مفيش بصيت لمعظم ثلاث ارباع شبابنا حاليا اللي مع رحم ربي هو اللي ماشي في السليم اللي هو هو اللي غير كده هو ما فيش لان هو عنده طاقه هيطلعها بيطلعها الطاقه بتاعته هتطلع فكره. الموضوع سهل عندنا النهارده باذن الله اجتماع يوم الثلاث بندعي جميع الناس جميع الاعمار من كل الفئات داخل البلد وخارج البلد اللي هم كاتبوا معانا يحضروا الاجتماع نشوف وجهه نظر بعض نقرب المواضيع من بعض وباذن الله. انت متفائل يا كابتن احمد؟ ان شاء الله دي حاجه كده باذن الله يعني الاجتماع ده هيكون فيه ناس موجوده كتير. حضرتك عملت دعوات كتير للناس ناس كتيره واحنا برضو مع حضرتك احنا اولا برضو بنشكر حضرتك كتير بتقف معانا في الموضوع ده واقفه معانا كتير من ايام الملاعب الاضطرار اللي كنا بنفكر عشان نلعب فيها حضرتك وقفت معانا كتير وعملت دورات كتير وان شاء الله احنا بنتفائل
بتاع يوم الثلاث باذن الله اللي هيبقى فيه التفاؤل باذن الله يعني اللي هنطلع بحاجه كويسه باذن الله يعني. كلمه تقولها يا كابتن طارق للشباب اللي بيصحى من الاجتماعات في مراكز الشباب. في نقطه بس انا عايز اعقب عليها كابتن سامح بعد اذنك. في ناس بعد الفيديو ده اللي هيتنشر على النت وتشوفوا اشمعنى بيتكلموا في حاجه زي دي او اشمعنى الافراد دي او اشمعنى الحاجه دي، يشهد الله يشهد الله احنا بنتكلم في مصلحه البلد. والله يشهد الله اللي احنا بنتكلم في مصلحه ابنك وابنك وابنك وابنك، بنتكلم في مصلحه البلد. الكباتن اللي قاعدين بيقولوا بطلوا بالظبط يعني كده، مفيش حد فيهم بيلعب، الحمد لله انا قصدي 150 كيلو بالظبط كده، مفيش. انا بتكلم في نقطه احنا بنتكلم، انا عايز ابين لك نقطه اللي انا كطارق ولا كمحمود ولا محمد ولا احمد ولا حضرتك مفيش استفاده شخصيه، مفيش. ده ملعب مش ده ملعب مش هيتاجر بالساعه ادخل لي فيه 100 جنيه اتقسم عليا وعلي واحد، ده مفتوح، بابه مفتوح لكل الاطفال وكل الشباب اللي موجودين في البلد. ونقطة تانية، مركز شباب زي ده، حط الكاميرا على مركز الشباب، حط الكاميرا على مركز الشباب، مركز شباب زي ده مقفول، مقفول عمر طويل. مدمج على الشباب. مدمج مع النادي على الشباب. لما يكون عندنا ملعب. هيتفتح، هيبقى موجود الملعب، هيتفتح مركز الشباب، هيبقى في مسابقات كبار. هيبقى في مسابقات كاراتيه، هيبقى في مسابقات، هيبقى في مسابقات ومنافسات شريفه في جميع المجالات، هيبقى في حياه. والناس ما جربتش ولا عارفه الاحساس اللي ما يبقى عندك ملعب. هو مش معنى ان انا عندي ملعب اللي هو ملعب كوره وهلعب كوره وتراب وهروح، الملعب بيجي تحته بنود كتير. مركز الشباب هيبقى مفتوح، مركز الشباب هيبقى مفتوح لكل الاجيال وكل الفئات، سواء شيخ سواء طفل سواء شاب، اي شاب اي شخصيه موجوده في البلد هيستفاد. احنا مش بندور على مصلحه شخصيه، ويا ريت ويا ريت ويا ريت ويا ريت ويا ريت الناس تتكاتف. جه الوقت اللي الناس تحط ايديها في ايدين بعض، جه الناس اللي شبابكم بين مراس وكوادركم بين مراس. بلدنا فيها كده يا كابتن سامي، بلدنا بتعمل للغريب مش هتعمل لبلدها. جه الوقت، جه الوقت اللي نبقى ايدينا في ايدين بعض، وان شاء الله يوم الثلاث نحط النقط على الحروف ونشوف هنبدا ازاي بكم وباسمائكم واسماء الناس الكبيره اللي موجوده في البلد، واحنا وراكم. احنا ولا عايزين منصب في مركز شباب، ولا عايزين نعمل حاجه في مركز الشباب، ولا بندور على حاجه في مركز الشباب. انا كل اللي بحلم فيه ملعب للناس. احنا كلنا بنسافر، انا بسافر وده بيسافر وده في المال وده بيسافر وانت مش فاضي، احنا مش هنستفاد من حاجه، احنا بندور على ابن وابنك وابن ابنه وابن ابنه وابن ابنه، ده اللي هيستفاد. مصلحه عامه للبلد، زيها زي على فكره، زيها زي الجامع، زيها زي الجامع. ده برضه هيفيد البلد، ده هيفيد البلد، ده رياضه. بس كابتن محمود انت لعبت الانديه كتير، لكن اللعب مع شباب كوبا دي براس انت وضع تاني، انت مكانه تانيه وحاجه تانيه. انت حاجه انت ما شاء الله علاقتك حلوه بشباب كوبا دي براس، لكن لعدم وجود الملعب يعني قول ما انتش قادر يعني تتواصل مع الناس دي. لا يا كابتن، انا عايز بس اقول حاجه، يعني حته الملعب ده يا كابتن شيء مهم، او في ناس كتير هتعرفه بعدين لما ربنا ان شاء الله يوفقنا والناس تحط ايدها في ايد بعض ونبقى ايد واحده، الناس هتعرف قد ايه ان انت يبقى عندك ملعب. يا كابتن هنطلع نلعب بره يعني في ميت محمود وفي بلاد كتيره يعني حوالينا، الناس بتبقى يعني اصحاب الملعب والموجودين معتزين قوي بالملعب بتاعهم. فكل حتة الملعب يا كابتن بتفرق كتير قوي، بتفرق كتير قوي ان انت يبقى عندك شاب طالع يعني عايز يلعب زي ما كابتن محمد سمير قال، بيبتعد عن حاجات كتير وحشه، دي بتفرق كتير. الناس كلها تعرف قيمه الملعب بعدين لما ربنا يوفقنا. تاني حاجه هي حته السخريه، ان احنا مثلا عاملين اجتماع وكده، في ناس طبعا هتطلع الوقت هتسخر من حاجه زي كده، يعني ده حاجه يعني مش عارف اقول معنى، عايز اقول معنى حلو كده يعني ما اجرحش بحد. السخريه في حاجه زي دي يا جماعه حاجه يعني مش عارف اقول ايه، بس هي المفروض ان احنا نكون في حاجه زي دي ايد واحده. حاجه زي دي ما فيهاش ضحك، ما فيهاش هزار، ما فيهاش حاجه، ده حاجه زي دي حاجه ناخدها على محمل الجد، لان قيمتها بعد كده هتبقى كبيره قوي. جايز محمد صلاح المستقبل يطلع في كل اللي جاي. فاحنا عايزين نبقى ايد واحده، وعايزين فعلا نعمل حاجه للبلد،
وزي الكابتن محمد سمير قال بعد 10-20 سنة الحاجات دي كلها هتتوصل، يعني ازاي عملنا ملعب والبداية وكل الحاجات دي. فاحنا عايزين فعلا ناخد خطوة جد وعايزين نتفائل، لو ما جتش المرة دي هتيجي المرة الجاية، وانا واحد من الناس هفضل داعم الموضوع ده لحد ما ربنا يوفق ونوصل ان احنا يبقى عندنا ملعب، وامتو امت الملعب دي كبير قوي. وانا بتمنى بصراحة الناس كلها تقف في ايد واحدة ونبعد بقى عن الهزار والضحك، لا الموضوع ما فيش في اي هزار ولا في اي حاجة، الموضوع بجد. واتمنى ربنا يوفقنا يا رب فيه، والناس تكون واقفة معانا يعني بشكل جد يعني. انا بشكرك يا كابتن محمود وبشكر الكباتن، وان شاء الله وان شاء الله كلنا نكون متواجدين يوم الثلاث بعد صلاه العشاء مع شباب الراس واهالي كوبري الراس من اجل الحلم الجميل ان شاء الله.